على العلاقات المتينة اللي بتربط جمهورية مصر العربية مع المملكة الأردنية الهاشمية. والأردن يستحق أن يكون ضيف شرف بالمعنى الشمولي. المشروع الثقافي الأردني مشروع يؤكد على قيم الصمود، القيم الوطنية الأردنية بكافة تجلياتها. قدمنا كوننا ضيف شرف، الزائر لهذا المعرض يرى سردية وطنية أردنية كما يرى رؤية مستقبلية، رؤية صاحب الجلالة الهاشمية في كل ما يتصل بالتحديث الاقتصادي، المشاركة السياسية بكافة مستوياتها، والعلاقة الثقافة بالتنمية، علاقة الثقافة بنوعية الحياة، وفي إطلالة كاملة على العلاقات المشتركة وتمتين أهمية تمتين العلاقات المشتركة بين بلدينا. عندنا آلاف العناوين التي ستقدم بالتعاون مع اتحاد الناشرين في المملكة الأردنية الهاشمية، دور النشر في وهون أيضا في هذا الجناح، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية وفنية على كافة المستويات على أيام المعرض. سنعمل معا من أجل تطوير الصناعات الثقافية، تجذير علاقة المواطن ببلده، رؤية الإنسان لرؤيته الشخصية من مشروعه الإنساني، ورؤيته الشخصية المرتبطة برؤية وطنه. هذا المعارض الكتب كمان تؤكد على أهمية الكتاب في حياتنا، ولكن برؤية مستقبلية، برؤية مختلفة. اليوم لابد من تقديم نوعية كتاب على أعلى مستوى ممكن. جناحنا قدم رؤية فيما يتصل بالعلاقة بين الكتاب والتحول الإلكتروني. عندنا منصات إلكترونية يمكن من خلال زيارة المعرض أن يطل على كافة مشاريع وزارة الثقافة. ويعني بنتمنى أنه الزائر إذا أراد أن يجلس فترة قصيرة فهو يطل على المشروع الثقافي والمشروع الوطني الأردني، على قصة الوطن الأردني، كما يطل إذا أراد أن يجلس فترة طويلة يطل على كافة ما يتصل بمشروع الوطن الأردني اللي قدم قصة صمود استثنائية، ولكن أيضا يطل على رؤية مستقبلية إن شاء الله.